السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا تقنين الاخبار؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. محمد الريان معاكم في حلقة جديدة على قناة محمد الريان على اليوتيوب وموقع تيكون بلس. استراتيجية جديدة للناس اللي عايزة تربح من على الانترنت وما عندهاش راس مال وعايزة تربح مبالغ مالية كبيرة. اكاد اجزم ان الاستراتيجية دي ان شاء الله هتقدر تحقق منها ما لا يقل عن 10 دولار يوميا بطرق سهلة جدا جدا، وهوريك الاثباتات ان شاء الله الخاصة بنجاح الاستراتيجية دي زي ما نجحت الاستراتيجية اللي فاتت، والحمد لله الناس حققت منها مبالغ مالية كويسة، ولسه للآن في ناس بترسمني بنجاح شغلهم في الاستراتيجية اللي فاتت. فبإذن الله الاستراتيجية دي بدون راس مال بدون مجهود هنستغل الترند الخاص به كاس العالم او اي بطولة رياضية اخرى في الربح من الانترنت. طبعا لا هتحتاج تنشر روابط ولا هتحتاج تتعب نفسك في جلب الزيارات. انا هوريك الطريقة اللي انا بستغلها شخصيا واللي بتجيب لي زيارات وبقدر من خلالها اربح من اختصار الروابط وجوجل ادسنس ورفع الملفات. يعني استراتيجية ثلاثية مدمرة ان شاء الله تقدر من خلالها تحقق مبالغ مالية كبيرة جدا جدا جدا، بتعتمد في المقام الاول على اختصار الروابط. فما تنساش لو انت مهتم تعمل لايك للفيديو ده وتسيب لي رايك في الكومنتات، ولو وصلنا ل 200 لايك في اقل من 24 ساعة في جيف اوي كبير قوي هينزل على القناة ان شاء الله. فما تنساش اللايك، اللايك يا شباب مش هيكلفك حاجة، وتشترك في القناة لسه ما اشتركتش، وتعمل شير للفيديو كمان عشان توصل الفكرة لاصحابك كلهم. وتستناني بعد الفاصل هرجع لك مرة تانية. اهلا بيكم مره تانية تقنيين، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده. غبت عنكم فتره، كل عام وانتم بخير. رمضان طبعا وتعب الصيام والكلام ده، فانا من النوعيه اللي ما بتقدرش تستحمل ان انا اجهد نفسي في الصيام اكتر من اللازم. المهم يا شباب، طبعا هنكمل معاكم استراتيجيات ربحيه لحد نهايه رمضان، ونرجع نستمر بيه فيديوهين او فيديو كل يوم ان شاء الله، انما فتره رمضان دي هيبقى ممكن فيديو كل يومين او كل 3 ايام. الاستراتيجية النهاردة بتاعت النهاردة ربحية في المقام الاول، وهتقدر ان شاء الله تحقق منها مبالغ مالية عالية جدا حتى لو انت مش هتعرف تربح من الانترنت او مش هتعرف تجيب زيارات او حتى ما عندكش خبرة في المجال ده، مجرد بس سمعت عن ان في حاجة اسمها ربح من الانترنت وعايز يشتغل على الانترنت بجد. الاستراتيجية بتاعت النهاردة نستغل فيها ترند كاس العالم واي بطولة رياضية تانية واي مباراة كبيرة جدا، زي مثلا مباراة ليفربول وريال مدريد اللي هي تقريبا هتبقى بكرة. المباراة دي هتبقى حدث تاريخي كبير، والناس اللي شغالة في الاستراتيجية دي بما فيهم انا ان شاء الله يعني متوقع ان في ارباح عالية جدا جدا هتيجي من خلال المباراة دي ومن كاس العالم. فلو انت لسه شايف الفيديو ده النهاردة 24، الحق دلوقتي اشتغل على الاستراتيجية. الاستراتيجية الشباب ان شاء الله هي هنعمل مولد خاص بملفات الاي بي تي في، هنعمل مولد خاص بسيرفر الاي بي تي في. السيرفر الاي بي تي في للناس اللي متعرفش اللي هو سيرفر خاص بعرض المباريات المتشفرة او حتى عرض الباقات الرياضية المتشفرة على جهازك عن طريق ملف بتشغله ببرنامج الفي ال سي او حتى برنامج تيكن سبورت لو انت شغال على البرنامج الخاص بينا. طب ازاي يا عم محمد هنعمل كده؟ في مواقع كبيرة جدا شارية سيرفرات اي بي تي في لمدة مثلا 6 اشهر او لمدة سنة بمبلغ مادي معين. المواقع دي بتيجي بتعمل الاشتراك لمدة يوم واحد 24 ساعة وتنزل الملف ده على الموقع. بتخش حضرتك بتلاقي رابط مختصر وبتلاقي الرابط مرفوع على موقع ربحي وبتلاقي اعلانات جوجل ادسنس. يعني هنا ربح ثلاثي والارباح بتتضاعف مرات المرات او عشرات العشرات من الارباح ان شاء الله. الاشتراك ده بينتهي بمرور بنهاية ال 24 ساعة، يعني انا حملته النهاردة هاجي بكرة هلاقيه مقفول، فهخش تاني على الموقع فهحمله، فهعد الاختصار تاني وهعدي الجوجل ادسنس اعلانات جوجل ادسنس وهعدي كمان رفع الملفات، فكده برضو ارباح مستمرة انا الحمد لله شغال عليها للان، وبستغل الطريقة دي في ان انا احقق مبالغ مالية كويسة جدا جدا. والحمد لله زي ما قلت لكم اي صرح رياضي كبير بيبقى عندي ارباح او نسبة ارباح عالية جدا جدا جدا. هشرح لكم النهاردة المواقع اللي هنشتغل عليها من البداية للنهاية عشان الناس تعرف. شرحنا الموقع اللي فات توب يو ار ال، كان موقع اختصار روابط، شرحت لكم طبعا المميزات اللي فيه ممكن ترجعوا تشوفوه. موقع النهارده هو اسمه اس اي شورت، اس اي شورت.
طيب يا شباب، انا ليه بشرح مواقع اختصار الروابط دي او المواقع اختصار الروابط الجديده؟ لان انا اعرف اصحابها معرفه شخصيه واقدر اوصلك لصاحبها بدون حتى ما تتعب ولا تلف وراه في الصفحات والكلام ده. انا هسيب لك كمان رابط الايميل الشخصي ورابط كمان حسابه على الفيسبوك، ولو عايز رقم تليفونه مش مشكله. الفكره في المواقع دي ان المواقع دي صادقه 100% ان شاء الله، مفيش فيها اي مشاكل ومفيش فيها اي ضرر ليك ولشغلك. هتقدر من خلال المواقع دي سواء كان موقع توبي ار ال او اس اي شورت، بمجرد التسجيل هتحصل على $1 هدية، تكملهم 3 دولار وتقدر تسحب ارباحك عادي. بمعنى انا دلوقتي هخش اسجل قدامك، هحصل على $1 الهدية. بعد ما بحصل على $1 الهدية بشتغل زي ما قلت لك اجل من يوم ان شاء الله، هتقدر تجيب $2 بالاستراتيجية دي، هتكمل 3 دولار هتسحبهم على الفودافون كاش او على البيبال او على الاتصالات او اي طريقة من طرق الدفع الموجودة في الموقع. زي ما انتم شايفين كده الموقع ده زي ما قلنا صادق، هو موقع لسه جديد بس صادق في موضوع الدفع وصادق في موضوع العمل عامة في المجال ده. زي ما نزلت لكم موقع توبي ار ال، موقع توبي ار ال الحمد لله لحد الان مكسر الدنيا وشغال تمام وبيدفع للناس اول باول، والناس كلها بتشكر فيه. الموقع ده ممتاز جدا جدا، في ناس شغالة على الاستراتيجية اللي فاتت وفي ناس هتشتغل على الاستراتيجية دي. المعروف ان اي موقع اختصار روابط جديد بيتيح لك زيارة واحدة تمام لكل اي بي معين. انا دلوقتي دخلت على 3 زيارات ليك، فالاكيد ان هتحسب لي زيارة واحدة بس مش ال3 زيارات. فانت كده بذكائك حاول تنوع الروابط بتاعتك، بمعنى هختصر رابط في موقع اس اي شورت وهختصر رابط في موقع توبي ار ال، وكده انا هقدر اجيب الزيارتين او اجيب ال3 زيارات. خلاص الاكيد بقى ان انت لو هتنزل في جروبات والكلام ده ان هيجيلك زيارات كتيره جدا، بمجرد ما هيجيلك زيارات كتيره جدا من نفس الشخص اللي هتحسب لك منهم زياره او 2 او 3. انما بالطريقه دي ان شاء الله هتقدر تحصل على الربح كامل، وممكن يكون المواقع دي بتتيح ليك الاختصار مرتين وتقدر تربح من خلال الموقعين. الموقع ده ممتاز من ناحية ايه تاني؟ ممتاز من ناحية الاسعار. الاسعار اللي فيه ما بتتغيرش من جوه خلاص، اللي عارفينه ان فيه ارقام بتبقى ارقام جوه حاجة واللي بره حاجة تاني خالص. انما الموقع ده ممتاز من ناحية الاسعار بتاعته ان هي ما بتتغيرش، يعني مصر 6 دولار بتفضل 6 دولار زي ما هي، السعودية 6.5 بتبدأ 6.5 زي ما هي، امريكا مثلا 9 بتبدأ 9 زي ما هي. خلاص يبقى الموقع ده من المواقع الممتازة اللي ممكن تشتغل عليها في اختصار الروابط مع خلاص مع توبي ار ال ومع اي موقع انا شرحته شخصيا على القناة. زي ما قلت لكم لو حصلت معاكم مشاكل ممكن تتواصلوا معايا على الاكونت الشخصي اللي هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، وهوصلك بيه صاحب الموقع ده تتكلم معاه وتتواصل معاه وتعرف منه ايه هي المشكلة وايه حلها. خلاص انا شايف ان الموقعين او افضل موقعين اختصار روابط ممكن تشتغل عليهم حاليا هما موقعين اس اي شورت وموقع توب يو ار ال. هتلاقوا الرابط كلها تحت في الديسكريبشن، هتخش هنا تدوس على كلمة ساين اب وتسجل دخول عادي جدا او تسجل حساب جديد في الموقع عادي جدا، اليوزر نيم والايميل والباسورد وتعيد كتابة الباسورد وكمان الكابتشا، وكده انت قدرت تخش على الاكونت بتاعك ونعمل ساين ان عادي جدا. هخش دلوقتي اوريكم الهدية بتيجي ازاي وبتبقى موجودة فين. انا كده بعد ما نسجل في الموقع هتيجي على كلمة withdraw دي اللي هي السحب، هتلاقي ان $1 اتضاف لك في الافيلابل بالانس، هتجيب $2 كمان تاني وتعمل withdraw وتسحب الرصيد بتاعك اللي موجود في الموقع ده. كده كان موقع اختصار الروابط اللي هنشتغل عليه في الاستراتيجيه بتاعت النهارده. طيب في الرابط اللي تحت في الديسكريبشن هتلاقوا رابط التدوينه دي، طبعا انا فاتحها في المعاينه لسه ما نشرتهاش، هنشرها ان شاء الله بنزول الفيديو. هتلاقوا تحت كده حساب الفيسبوك الخاص بصاحب الموقع والايميل بتاعه، التسجيل في موقع اختصار الروابط المذكور، طبعا هتلاقوا رابط تحت كمان في الديسكريبشن، التسجيل في موقع رفع الملفات افضل موقع رفع الملفات ممكن تشتغل عليه، وكمان تحميل ملف تكست في افضل مواقع الاي بي تي في السريع اللي هيخلي الناس تكسب ثقه الموقع بتاعك او القناه بتاعتك، من ناحيه طبعا انه بيتيح ليك تنزيل ملفات اي بي تي في طويله يعني بتقعد اكتر من يوم، ثانيا بتشتغل على الانترنت الضعيف والانترنت المتوسط والانترنت الجوي كمان. افضل موقع فيهم هو موقع المهندس ده، مهندسون دوت نت تمام. سيبك طبعا اكتر من موقع، اول موقعين موقعين عربيين والباقي كله اجنبي. المواقع دي ممتازة جدا يا شباب، ممكن تخشوا تستخدموها حتى لو استخدام شخصي. هتلاقي عندك هنا ملفات اي بي تي في شاشة كاملة لجميع باقات العالم يوم 24، البي ان سبورت، السكاي، الاو اس ان، والنايل سبورت والكلام ده كله، يعني هتخش تلاقي الملفات بتاريخ النهاردة، بتاريخ النهاردة باليوم بتاع النهاردة 24/5. في ملفات بتقعد اكتر من يوم وفي ملفات بتحملها النهاردة تيجي تاني يوم تحملها تاني. انا بقى انصحك تخش تحمل الملفات دي وترفعها على موقع
رفع الملفات، وبعد ما ترفعها على موقع رفع الملفات تختصرها في موقع اختصار الروابط وتعمل لك مدونة مجانية تحط فيها اللينك ده. المدونة هتبقى صفحة واحدة بس، هتبقى صفحة واحدة بس زي كده الموقع ده. طبعا ده السكريبت، او هو سكريبت اي بي اتش بي متبرمج تمام، بحيث انه يقدر يرفع فيه الملف يوميا من غير ما يغير الصفحة. الموضوع كله عندك هيبقى صفحة واحدة بس في بلوجر، هيبقى فيها رابط تحميل الملف، والملف ده انت كل يوم ان شاء الله تخش ترفع ملف وتختصر الرابط وتبدل الرابط اللي موجود في التدوينة، وتحط اعلانات جوجل ادسنس وتختصر وتربح من اختصار ورفع الملفات وجوجل ادسنس. دي الطريقة يا شباب. اوريكم بقى اثبات ان انا شخصيا الحمد لله بقدر اربح من الطريقة دي. انا عندي اكتر من 5 فيديوهات او 6 فيديوهات حاصلين على نسبة زيارات عالية جدا جدا في القناة. الحمد لله الفيديو اللي بنزله على القناة الخاص بيه الاي بي تي في او مشاهدة القنوات الرياضية بيجيب نسبة عالية من المشاهدات. ده اللي احنا هنعمله يا شباب. هنخش مثلا نلاقي برنامج اسمه برنامج تيكن سبورت، هنجيب البرنامج ده ونحمله ونبدأ نشرحه فيديو ونرفعه على القناة بتاعتنا. سمي القناة بتاعتك اي بي تي في وورلد، سمي القناة بتاعتك ملفات اي بي تي في، سمي القناة بتاعتك مشاهدة القنوات الرياضية، اي اسم يدل على الموضوع ده تمام. اعلى نسبة مشاهدة عندي جايالي على الفيديو ده الخاص ببرنامج تيكون سبورت، الحمد لله بيجيب لي نسبة تخطيات كتيرة جدا وبيزيد بال2000 و3000 يوميا لما يكون في مباريات زي ما قلت لكم. خلاص لو عدينا كده كمان هتلاقي كمان هنا مشاهدة القنوات المشفرة، ده برضو شرح البرنامج عند 11000. عندك هنا البي اوت كيو سبورت 6.7، من 3 اسابيع 6.9000 مشاهدة. هنا كمان البي ان سبورت البرنامج اللي لسه منزله من اسبوعين تقريبا جايب 6.7. تخيل بقى ال 6.7000 مشاهدة او الثمن او ال 7000 مشاهدة دول لو جابوا لك بس 3000 زيارة، ال 3000 زيارة دول هيقدروا يغنوك عن اي طريقة تاني انت اشتغلتها في الربح من الانترنت. باستخدام ال 3000 زيارة دول هتقدر ان شاء الله تحقق مبالغ مالية كويسة من رفع الملفات، هتقدر ان شاء الله تحقق مبالغ مالية كويسة من اختصار الروابط. لو عندك مدونة وحاطط فيها اعلانات ادسنس ابصم لك بالعشرة انك ان شاء الله هتحقق من ال 3000 زيارة دول فوق ال 40 دولار ان شاء الله او 50 دولار كمان في الايام اللي احنا فيها حاليا عشان زيادة الاعلانات وكاس العالم ورمضان وكل عام وانتم بخير. دي كانت الاستراتيجية بتاعت النهاردة اللي انا شايفها من وجهة نظري افضل استراتيجية اختصار روابط انا نزلتها في القناة. تاني حاجة بقى نزلت اللي هي الاستراتيجية اللي قبل اللي فاتت اللي هي الخاصة برفع الكتب والكلام ده. انا انصحكم ان انتوا تبدأوا بالاستراتيجيتين دول عشان تقدروا تحققوا المبالغ المالية اللي انتوا بتحلموا بيها من على الانترنت بدون كذب وبدون غش وبدون استغلال. خلاص فده كده كان فيديو النهاردة، كل عام وانتم بخير، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت يا شباب تسيبوا رأيكم، وصلونا ال200 لايك ونعمل جيف اوي في القناة. كان معكم محمد الريان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.